استوى نظم القوافي من الوزن الثقيل القريحة حضرت لبنات أفكارها البيوت لها وكيل ما هو بيت وكيل اللي حون العذب عن نيابة يختارها عدت الجزلة تنصك يا رأس الجزل كل لحية يا النشام لها مقدارها تستوي في واحد يقول يا صاحبي نرقد ونصحى من النوم للمرجلة والطيب معنا وثايق ويا سهرنا يوم واكثر من اليوم بصدورنا تيقلوفة والحقايق لو تنقل الدنيا على كف شغموم تسرك بين الثانية والدقايق ترسم كله مجرات ونجوم لكن من يرضي جميع الخلايق اقرب قريب لك من الناس مسموم يزرع على دربك جميع العوايق عف عن بعض الرياجيل وشوم ما يتبع المقفين غير العلايق لاني من ذنبه ولا هو بملزوم صدري العطران الشوارع بحدايق وانا تغطرس بعض الايام وزوم لا يعوقني من غبر الايام عايق اشيل حمل الوقت واطيح واقوم وشوقني من جور الايام سايق امر من المولى مقدر ومقسوم لمقدر مبالي ولاني بضايق وجيهنا مهيب للباع والسوم والجو متعكر ولاني برايق لمفرق عالم ولمجمع قوم يلي على غرات ربعك توايق وحنا لنا مذهب وعادات وسلوم يوم الحرامي ما يكب السرايق وصكي من الطالة موقع ومختوم وطريقتي مهم للطرايق الله الله ما شاء الله.